هلو. اهلا النايس، والله كنت بفكر فيك النهارده وهكلمك. انا قلت انت نسيتيني، قلت بقى مفيش فايده غير ان انا اجي اسلم عليكي بنفسي. يا عم بقى، هو انت اللي كنت فكرت تكلمني اصلا؟ اصلا برضو ما علينا، اديني جيت لك اهو حتى من غير ما اكلمك. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انت اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. مشاكل مشاكل يا خالد قد كده. خير البيت وجوزك والكلام ده كله ولا ايه؟ البيت وجوزي ده العادي، انما الجديد بقى صاحبتي. اتخانقنا مع بعض وتقريبا كده خسرنا بعض. ليه يا بنتي كده؟ اهو اللي حصل يا خالد. ايوه عايز اعرف ايه المشكله اللي ممكن توصلك لده يعني. لازم. ايوه عايز اعرف يعني ايه المشكله اللي ممكن تخليكي توصلي لكده. لازم. معلش انا حشري، وبعدين ايه اللمضه اللي انت فيها دي؟ مش يمكن اعرف احللك المشكله؟ مش هتعرف، صعب انك تفهم الموضوع ده اصلا، مع اني فكرت اني اكلم الدكتور العظيم بتاعك اللي انت عرفتني عليه، لكن انت صعب شويه تعرف. ايه ده هديل؟ انت غلطتي مع صاحبتك ولا ايه؟ انا اول ما اعرف ان كده. ايه ده يعني ايه؟ لا 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 اكني ما قلتش حاجه، ما تاخديش في بالك، كملي كملي. هو انا غلطت فيها. بس انا مش حاسه اني غلطت. امال حاسه بايه بالظبط؟ حاسه اني قلت لها الحقيقه. هو انت لازم تعملي لي سسبنس يا هديل عشان اعرف. ما تحكي بقى وتخلصيني. حاول تمسكني. هنا هنا هنا، تعالي لي هنا. هنا كمان، تعال تعال كمان، تعال تعال. ازاي سناء تعملي كده؟ ازاي؟ هو قال لي ازاي اعمل كده؟ وانا مش عارفني ده هيحصل. ايه ما شفتيش حلقه امبارح؟ ما اتفرجتيش عليها؟ ازاي يعني؟ هو انا مطلوب مني اشوف برامج المحطه كلها؟ المفروض انت اللي تعمل كده. انا بعت لك السكريبت من امبارح بالفقرات وبفقره حمزه وباسم الضيف، الغلطه غلطتك وانت عايز تجيبها فيا. سناء انا نبهت عليكي 1000 مره ما تتكلميش معايا بالطريقه دي واحنا هنا، فرقي ما بين وجودنا هنا ووجودنا في البيت. خلاص تحمل مسؤوليتك واعترف بغلطك. خلاص يا ستي، انا غلطان اني ما قريتش السكريبت بتاعكم امبارح. وإن فقرة حمزة البسيوني اتعملت هي في برنامج تاني في نفس المحطة، تخيلي. مش شايف إنها غريبة حمزة يتكلم عن فقرة الصبح تتعمل بالليل في نفس المحطة؟ أنا مش شايف أي حاجة غير إن أنا في ورطة وعايز لها حل دلوقتي حالا. أوكي، ألغي فقرة حمزة. ما ينفعش. حمدي بيكلمني وقلت له إن حمزة عنده فقرة النهاردة ولازم يشوفها وإنها قوية جدا. الحمد لله، الحمد لله إني ما حكيتلوش الفقرة دي فيها إيه. هو إزاي هشام يعمل الفقرة دي من غير ما يقول لك؟ قال لي وقلت له اعملها بالليل. بس ما ينفعش نفس الفكره تتكرر في بدايه برنامج جديد. خلاص هكلم ايه ونشوف هتعمل ايه. لازم نلاقي حل. انت عامله فقط للحلقه دي؟ اكيد لا، ما عملتش، دي اول فقره واعمل لها ليه؟ بس ممكن تهدى شويه عشان اعرف افكر والاقي حل.